ننتقل إلى اللاعب الحاصل على أفضل لاعب عن موسم 2023 والحاصل أيضا على أفضل جناح. الحقيقة عدى بفترات عصيبة كبيرة مع النادي الأهلي، بدأ الموسم كمان كلاعب احتياطي، ولكن مع كل هذه الأمور والظروف الاستثنائية عليه كصعاب فرض بصمته أنه هو يكون لي بصمة كبيرة جدا مع النادي الأهلي، واحد من هداف الفريق، ورغم البدايات الصعبة لي استمر في المحاولة عشان يوصل للتوب فورم وعشان يكون أفضل لاعب عن موسم 2023. أفضل لاعب لموسم 2023 الكابتن حسين الشحات، واحد من نجوم النادي الأهلي. مبروك يا حسين، اتفضل. أكلمك على الظروف، دايما بتتعرض لظروف بعضها خارج الملعب وبعضها داخل الملعب، ولكن حسين الشحات دايما مركز عشان يقدم النادي الأهلي أفضل ما لديه. كمان بتتعرض لتغيير مراكز، جناح أيمن، مستر كولر بيجيبك جناح أيسر، كل هذه الظروف برضو بتتألق يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله طبعا أنا مبسوط في وسط النجوم الكبيرة جدا النهاردة، ومبسوط طبعا بالجائزة وموسم استثنائي، والجائزة دي مش لي أنا بس، الجائزة دي لكل زمايلي سواء اللي موجودين أو اللي في النادي، وربنا ما أكرمهمش النهاردة يكونوا معانا، ودي حاجة كبيرة جدا، وإحنا كلنا ساعدنا بعض، فهو دوت اللي وصل حسين اللي يكون موجود هنا، ووصل هاني ووصل ياسر ووصل منعم ووصل مروان ووصل كل اللعيبة، فدي حاجة كبيرة جدا. تألقت في دوري ابطال افريقيا الاخيره بشكل كبير، وكنت مفتاح مع باقي زمايلك زي ما انت برضو تفضلت ووضحت. طبعا والله بطوله كبيره جدا، احنا كلنا كنا عايزين نكسبها من اول مباراه، من اول مباراه في مباراه جون ملعب برضو. كنا كلنا مركزين وكلنا كنا عايزين نكسب وعاملين حسابنا ان احنا نكسب بكره، فدي فعلا كانت البدايه لينا، واحنا اتكلمنا مع بعض كلنا واللي احنا لازم نحقق البطوله، فدي كانت حاجه كبيره جدا، والحمد لله يعني ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسب في المغرب زي ما خسرنا السنه اللي قبلها، فربنا كرمنا وكلنا تعبنا، فعشان كده ربنا كرمنا في البطوله. ان شاء الله يعني تستمر في النجاح، ودايما نبارك لك وتبقى متالق دايما. بشكرك. ربنا يخليك يا رب حبيبي. شكرا. شكرا.